أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس هو المجلس الثاني من مجالس تفسير سورة طه. يقول الله عز وجل: اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري. بينا في المجلس الماضي أن الله عز وجل كلم موسى وبين له حقيقة الأمر الذي ابتعثه به، وهو أن يعبد الله ويوحده ويدعو الناس إلى ذلك، وأن يقيم الصلاة لذكره سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن الساعة آتية من أجل أن تجزى كل نفس بما تسعى. ثم إن الله عز وجل أراه آيتين عظيمتين تكون بيد موسى عليه الصلاة والسلام، يستدل بهما على نبوته وعلى أنه رسول من عند الله حقا. ثم كلفه بالرسالة فقال: اذهب إلى فرعون إنه طغى. موسى عليه الصلاة والسلام أرسل لتحقيق مهمتين: المهمة الأولى أن يدعو فرعون إلى الله عز وجل، والمهمة الثانية إذا لم يستجب فرعون للدعوة ولم يقبلها قال: من أجل أن يرسل إلى بني إسرائيل فينقذهم ويردهم إلى الأرض المقدسة، الأرض التي جاءوا منها أول مرة. ولذلك قال له في ما يأتي من آيات: فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. فدعا فرعون أول الأمر، فلما أبى فرعون واستكبر واستنكف طلب أن يخرج ببني إسرائيل، ثم حصل ما حصل مما سيأتي ذكره إن شاء الله في هذا المجلس والمجالس التي تليه. قال: اذهب إلى فرعون فادعه إلى الله إنه طغى، أي تجاوز الحد وزاد في الضلالة والإفساد، لأنه ادعى أنه إله من دون الله، وقال لقومه: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري. قال الله عز وجل لما سمع موسى عليه الصلاة والسلام هذه المهمة العظيمة الضخمة، أن يحمل التوحيد والدين إلى رجل طاغية في مثل مقام فرعون البطاش الأفاك الأثيم المجرم الذي قتل بني إسرائيل، قتل رجالهم واستحيا نساءهم وفعل بهم الأفاعيل. قال: رب اشرح لي صدري. بدأ بشرح الصدر، لأنه لا يمكن لإنسان أن يقوم بمهمة عظيمة ما لم يكن منشرح الصدر. انشراح الصدر يفيد الإنسان في ثبات الحجة وفي طول البال وفي استقبال الصدمات ومواجهة المشكلات وفي الصبر على أذى المدعوين وتخطي جميع العقبات التي توضع للدعوة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. بدأ بشرح الصدر
لما ذكرنا. ثم سأل الله عز وجل مسألة عامة وهي أن ييسر له أمره، تيسير الأمر بأن يسهل له الوصول وأن يسهل له الدخول على فرعون وأن يسهل له الأسلوب الذي يدعو به فرعون، لأن فرعون رجل خصيم حجيج مراوغ من الدرجة الأولى، وأن يسهل له الأمر في بلوغ الحجج والآيات التي ابتعث بها موسى لتكون مؤيدة له حتى يقنع بها فرعون ومن معه، وييسر له كل الأمور التي يحتاجها، فإنه إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ولذلك ينبغي للإنسان أن يسأل الله التيسير، تيسير الأمور كلها. وهذا المعنى أو هذان الأمران قد ذكر في سورة الشرح، قال الله عز وجل ألم نشرح لك صدرك، فبدأ في النعم على بذكر النعم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعمة شرح الصدر، ألم نشرح لك يا محمد صدرك، لأنك بحاجة إلى شرح الصدر، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. لاحظوا، فإن مع العسر يسرا بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن كل عسر يصيبك يا محمد فإن الله عز وجل ينزل اليسر معه، فترقب الفرج واعلم بأن كل عسر فمعه يسر، بل يسران كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وارضاه. قال ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني، هذا هو الأمر الثالث الذي سأله موسى، وهو فيما يتصل بتبليغ الدعوة. الأول أمر نفسي، والثاني تيسير عام في كل الوسائل والأسباب والأمور التي تحقق لموسى مقصوده، والثالث فيما يوصل هذه الدعوة وينقلها إلى فرعون، وهو أن يحلل الله عز وجل عقدة من لسانه. قال العلماء وقد كان في لسان موسى عقدة فيه شيء من لثغة تثقل لسانه، وكان سببها فيما يذكر المؤرخون أن موسى عندما التقطته امرأة فرعون ثم جاءت به إلى فرعون وقالت قرة عين لي ولك، لما جلس على صدر فرعون أخذ لحيته فجرها فتشاءم منه فرعون، وجاء الذين يتنبؤون لفرعون فحذروه منه، قالوا نخشى أن يكون هذا من بني إسرائيل، فأمر بذبحه، فاستجارت امرأة فرعون وقالت والله إنه لا يفقه شيئا. قال وما يعني بينتك على ذلك؟ قالت نعرض عليه جمرة وتمرة فإن فرق بينهما فهو يعقل، فعرضوا عليه جمرة وتمرة فأقبل بيده على الجمرة فألقاها في فمه فانعقد لسانه. هذا ما يذكرونه، والله أعلم بصحة ما قالوه، وقد ورد في حديث الفتون الطويل الذي رواه ابن عباس وهو موقوف عليه. المهم أن لسان موسى كان فيه ثقل، وقد قال الله في سورة الزخرف أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يقوله فرعون يعير به موسى عليه الصلاة والسلام. لكن العجيب أن موسى ما سأل الله أن يحل عقد لسانه كلها، قال الحسن لو سأل الله ذلك لأجابه، لكن الأنبياء لا يسألون الله إلا على قدر الحاجة فيما يتعلق بأمر الدنيا، فطلب من الله أن يحل عقدة من لسانه من أجل أن يفقه قوله، وقد حصل ذلك، فحل الله عقدة من لسانه ففقه الناس قوله. قال يفقه قولي. أما المسألة الرابعة فهي مسألة خارجة،
ليست في الصدر ولا في اللسان ولا في تيسير الأمور الخاصة والداخلية التي هي قريبة من موسى، بل هي أمر خارج. قالوا واجعل لي وزيرا من أهلي، كان هذا سؤالا غريبا، لأن العادة أن الإنسان يحب أن يتفرد من بين أسرته بالسؤدد والشرف والجاه والمنزلة، ولكن لأن موسى عليه الصلاة والسلام قد سلم صدره وشرفت نفسه، فهو يحب أن يوصل هذه الدعوة وأن يبلغها إلى من يتقبلها، وأن يستعين بكل الأسباب التي تعين على تحقيق هذا الهدف، سواء كان ذلك بوصول آخرين إلى المركب الذي وصل إليه وهو مركب النبوة، أو كان ذلك بما هو دون ذلك. فموسى صاحب هدف، صاحب رسالة، وليس طالب ملك ولا طالب جاه ورياسة. قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، أنا أريد هارون أن يكون وزيرا لي. لماذا؟ طلب من الله عز وجل أشدد به أزري، يا رب شد به أزري، أي شد به، قوي به ظهري حتى أستند إليه وأستعين به وأستشيره فيما يهمني، وهو أفصح مني لسانا، فأرسله معي ردءا يصدقني. لأن موسى يلقي الدعوة على من يدعوه، ثم ينطلق هارون عليه الصلاة والسلام يشرح ويبين ويوضح ويحاج ويخاصم. قال الله عز وجل وأشركه في أمري، فأنا لا أريده أن يكون مستشارا عندي، بل يكون شريكا في النبوة، فلا يعرف في العالمين أحد من الإخوة كان أكثر بركة من موسى على أخيه عليهم الصلاة والسلام. ثم ذكر أسبابا لتحقيق أو تسوغ هذا المطلوب، كي نسبحك كثيرا، فإذا كان معي أعانني على التسبيح والصلاة، ونذكرك كثيرا ويعينني على الذكر الكثير، والذكر كلما ذكر في القرآن ذكر مطلوبا فيه الكثرة، واذكر ربك كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات في أكثر من 10 مواطن في كتاب الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وما طلب شيء من الشرائع والشعائر بشكل كبير كثير غير الذكر. قال الله عز وجل إنك كنت بنا بصيرا، أي تعلم حالنا وتعلم أن هذا مما يصلحنا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، استجاب الله له الدعاء في نفس الموطن، موطن النداء والمناجاة بالوادي المقدس طوى، في أول لقاء. وهذا يدل على أن موسى عليه الصلاة والسلام كان رجلا شريفا، وكان عاقلا وذكيا، وكان محنكا، وكان جلدا، فهو في اللقاء الأول لم يرتبك ولم يفر ولم تختلط عليه الأوراق، لكن الله ثبته وطلب ما يعينه على القيام بالمهمة التي كلفه الله عز وجل بها. ولقد مننا عليك مرة أخرى، يبين الله عز وجل أنه إن كنت أجبتك هذه المرة فلقد أجبتك قبلها، وسبقت لي عليك منن يا موسى، فإن كانت تلك المنن قد تحققت فهذه ستتحقق وزيادة. مثل لو جاء إنسان يسألك ويقول رجوتك أن تقرضني 1000 ريال، فتقول قد أجبتك، لقد سألتني ما هو أكثر من ذلك، وقبل أن تسألني أعطيتك أشياء كثيرة، يعني هذا أمر يسير عند تلك الأمور التي ابتدأتك بها. ولقد مننا عليك مرة أخرى، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، قبل أن تولد أوحينا إلى أمك أنه سيولد لك ولد فاقذفيه وألقيه في اليم، فليأخذه اليم إلى عدو له وعدو لك ويحصل له ما يحصل. قال أن اقذفيه في التابوت
ألقيه في التابوت عندما تخافين عليه، وسمى إلقاءه في التابوت قذفا لأن الخائف في العادة يحتفظ بالشيء الذي يخاف عليه إلى آخر لحظة، ثم إذا أيس من أن يقدر على المحافظة عليه قذف به في المكان الذي يظن أنه يأمن فيه. وكانت أم موسى قد وضعت تابوتا على النهر وأعدته، فإذا جاء الذباحون يبحثون عن المواليد الجدد أخذت موسى عليه الصلاة والسلام ورمته في التابوت، ولما رمت به في إحدى المرات انطلق الحبل وجرى النهر بالتابوت، وذهب منها موسى عليه الصلاة والسلام، وكادت رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن تجن من شدة ما أصابها من الهلع، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. قال: فقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل، أي بالشاطئ، لأن قصر فرعون كان على الشاطئ، شاطئ النيل، يأخذه عدو لي وعدو له، عدو لله وعدو لموسى، لأن فرعون كان عدوا لبني إسرائيل، كان يبحث عن أبنائهم فيذبحهم، يذبح أبناء عام ويدع أبناء عام حتى يكون الأبناء الذين ذبحوا تقليلا وإضعافا لبني إسرائيل، والأبناء الذين بقوا يستعملون في السخرة والأعمال المهينة خدما عند القبط من المصريين. قال الله عز وجل: وألقيت عليك محبة مني. هذه جنود الله التي لا يستطيع أحد أن يكافحها ولا أن يردها. الحب جندي من جنود الله، ألقاه الله على موسى ما رآه أحد إلا أحبه. ولتصنع على عيني، أي تربى وتحفظ وترعى على رقابتي ورعايتي، فلا تغيب عني ولا يطالك سوء بسبب رعايتي. قال الله مذكرا موسى بما سبق من إنعامه عليه: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، عندما حرمنا عليك المراضع فجاءوا بكل مرضعة في البلد يريدونها أن ترضعك فلم تقبل ثدي واحدة منهن حتى جيء بأمك، فلما ألقمتك ثديها قبلته ورددناك إلى أمك كي تقر عينها. وبعد أن كان موسى باقيا عند أمه على خوف ووجل جاء إليها وهو محروس وتعطى أجرها لإرضاع ولدها، فمن أحظ من أم موسى؟ وصارت أيضا مشرفة ومعززة، وهذا من بركات موسى على أمه. قال: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، كي تطمئن ولا يصيبها شيء من الحزن والقلق عليك. قال الله مذكرا إياه كيف أنجاه من هلكة محققة: وقتلت نفسا، أي من القبطيين، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، أي بلوناك ابتلاءات متعددة وفي كل بلاء ننجيك ونهديك ونرعاك ونصونك ونحفظك، ومنها عندما فررت إلى مدين كما قال الله عز وجل: فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. موسى عليه الصلاة والسلام بعدما قتل القبطي وتآمر عليه فرعون وأمر بقتله فر هاربا ولا يعرف الطريق، بل موسى كان يعيش رفاهية عالية جدا لأنه عاش في قصر فرعون وكان أميرا في مصر، يهابه الناس ويخافونه لأنه كان يتردد على بيت الملك، ولم يكن له عهد بالسفر ولا بالجوع والعطش ولا بغير ذلك، ففر
في اتجاه مدين وهو لا يعرف الطريق ولم يسلكه من قبل. ولذلك لما جاءه الرجل وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كان جائعا وكان مشتاقا للراحة وكان في حالة بئيسة، وقد مضى على مشيه أو مسيره أيام طويلة وهو لم يأكل ولم يأوي، ومع ذلك قام بهذه المهمة العظيمة وبهذا الخير لتلك الفتاتين، ولم يخبرهما عن حاله ولم يسألهما أجرا على ما فعل لهما، وإنما تولى إلى الظل ونادى ربه رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وبهذا نعرف أن موسى ما اختير للرسالة عبثا، اختير لأنه يحمل معاني وصفات وأخلاق عالية جدا ليست موجودة في كثير من البشر. ولذلك قال الله عز وجل فلبثت سنين في أهل مدين، في القصة المعروفة عندما واجره أبو الفتاتين على أن يزوجه ثم بعد ذلك يبقى يرعى له الغنم 8 سنين فإن أتم 10 فمن عنده. قال ثم جئت على قدري يا موسى، رجعت لوقت معلوم قدرناه لك، وحصل ما حصل من هذا اللقاء المبارك الذي كلفت فيه بالنبوة وكلمك الله سبحانه وتعالى فيه. واصطنعتك لنفسي، أي هيأتك لهذه المهمة العظيمة ولهذه النبوة التي ستحملها. قال الله عز وجل اذهب أنت وأخوك، أعاد عليه أمر الرسالة مرة أخرى. في المرة الأولى قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، فلما سأل موسى ما سأل وطلب أن يشرك معه أخاه هارون قال اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، أي ومعكما الآيات التي جعلتها دليلا على صدقكما وعلى صحة ما تدعيان من النبوة. ولا تنيا في ذكري، يعني لا تكسلا ولا تتوانيا في ذكر الله عز وجل. وهذا يدلنا يا إخواني على أن ذكر الله عون للإنسان على أداء مهامه كلها، وأن من أراد العون والقوة والمدد والنصر فليكثر من ذكر الله عز وجل. ولذلك فاطمة سيدة نساء العالمين رضي الله تعالى عنها وارضاها ذهبت إلى أبيها محمد صلى الله عليه وسلم لما سمعت أنه جاءه شيء من الغنائم والسبي فلم تجده عليه الصلاة والسلام. فلما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته قيل له إن فاطمة جاءت تسأل عنك، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليها يسألها ماذا تريد، فأخبرته أنها تعبت من العمل الكثير الذي عليها وأنها تريد خادما تعينها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكما على خير لكما من خادم، يقصد بذلك عليا وفاطمة. فقال بلى يا رسول الله، قال إذا أويتما إلى فراشكما فسبح 33 واحمد 33 وكبر 34 فهو خير لكما من خادم. ولا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن الخيرية هنا خيرية أخروية فقط، بل حتى في الدنيا، لأن القيام بالذكر يعين الإنسان على القيام بالعمل فيما وكل إليه من عمل. قال الله عز وجل اذهبا إلى فرعون إنه طغى، في المرة الأولى اذهب لأن التكليف كان على موسى، والآن عندما أجيبت دعوة موسى عليه الصلاة والسلام
وكلف هارون، يقال إن هارون نزل عليه الوحي في تلك اللحظة التي أجاب الله فيها الدعاء. قال: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، أي تجبر وزاد وتعدى، فقولا له قولا لينا. أول الدعوة القول، أن يبلغ الإنسان بالقول، لأن القول أيسر وسيلة توصل حقيقة الدعوة إلى المدعو. ولكن هذا القول كيف صفته؟ قال الله عز وجل: فقولا له قولا لينا. يعلمهم الله عز وجل كيفية القول أو صفة القول، وهو أن يكون لينا، لأنه إذا كان الإنسان جبارا فإنه لا يقبل أن يستعلي عليه أحد ولو كان بحق، وهذا من طبع البشر، الجبار وغير الجبار كلهم يحبون القول اللين ولا يرضون أن يتجبر عليهم أحد أو يستعلي عليهم، وخصوصا في القول. وفي سورة النازعات قالوا: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. ثم يعلمه الله الألفاظ التي يقولها، هنا يقول فقول له قولا لينا، وهناك يقول فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. يعلمه كيف يتلفظ بالعبارات والكلمات التي يدعوه بها، هل لك على سبيل العرض لا على سبيل الأمر، ما يقول له أسلم وإلا طرحك الله في النار، هذه العبارة لا يقبلها أمثال هؤلاء الجبابرة. هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وهنا يقول فقولا له قولا لينا، لماذا يا ربنا؟ قال لعله يتذكر أو يخشى. يتذكر يتعظ بهذا القول الذي تقوله له يا موسى، أو يخاف من سوء العاقبة ويخشى ويحذر بعد أن توصل له الرسالة. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، نخاف أن يستعجل علينا بالعقوبة أو أن يطغى طغيانا شديدا فلا يسمع منا الكلام ولا يرى البينات ولا يتأنى في محاورتنا. إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، يطغى بأن يتكبر فيرد قولنا ويستهزئ بنا ويسخر منا. قال لا تخافا، تطمين من الله لهما، إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكما، وهذه مثل الكلمة التي قالها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لصاحبه، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال إنني معكما. قال العلماء المعية نوعان: معية عامة، وهذه لكل البشر، وهو معكم أينما كنتم، ومعية خاصة، وهذه تكون للخاصة من عباد الله وأولياء الله والمتقين ولأهل الإيمان وللمحسنين، ولكل أحد من المؤمنين معية بقدر قربه من الله سبحانه وتعالى. فمعيته للأنبياء ليست كمعيته لسائر المؤمنين، ومعيته للمحسنين ليست كمعيته للمؤمنين. قال إنني معكما أسمع ما يقوله لكما وما تقولانه له، وأرى ما يفعله بكما وما يحصل منكما، فأتيا فقولا إنا رسول ربك، نحن مرسلان من عند الله عز وجل، ربك الذي خلقك ورزقك ورباك وأوجدك من العدم، فأنت لم تكن شيئا ثم كنت، لأن الذي أوجدك هو الله ربك، إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم.
نحن جئنا ندعوك ونطلب منك أن تخلص بني إسرائيل، لأننا نريد أن ننقلهم من هذه الديار إلى بلادهم التي قدموا منها ويهاجروا إليها، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. طيب، إن رسول ربك، ما الدليل على أنكما رسولان من عند الله؟ قال أو قال لهم الله: قد جئناك بآية من ربك، معنا ما يدل على صدق دعوانا وأننا رسل من عند الله، والسلام على من اتبع الهدى. ما نقول إلا أننا نسلم ونطلب السلامة على من اتبع الهدى، فمن اتبع الهدى نسأل الله له السلامة ونسلم نحن عليه. وبعد أن رغبوه وذكروه أيضا ذكروا الترهيب، لأن الداعية ينبغي له أن يقرن بين هذا وهذا، فالنفوس لا تصلح إلا بهما، ترغيب وترهيب. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. طبعا في هذه الأثناء قال: أين هي الآية؟ فجاءه موسى بالآية، ألقى العصا فإذا هي حية تسعى، ووضع يده في جنبه ثم أخرجها بيضاء من غير سوء، وعند ذلك عرف فرعون أنهما رسولان من عند الله حقا. قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولذلك بدأ طريق المخادعة والمخاتلة والمراوغة ومحاولة تمويه على الحاضرين والجلساء. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لاحظوا، أول دليل على إعراضه ما قال فمن ربي يا موسى، فمن ربكما، أنتم الآن جايين من ربكم، هذا أول سؤال نمتحنكم به، لأنه المعروف أني أنا رب هؤلاء جميعا، أنا ربكم الأعلى، هكذا يدعي هذا الطاغية. قال: فمن ربكما يا موسى؟ يريد أن يدعي عليهما حتى يقررهما. فموسى عليه الصلاة والسلام لم يقل ربنا الله، إنما قارن الجواب بالدليل الذي يدحض به ما أراد فرعون أن يرد به على موسى وهارون. قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، يعني صور كل شيء على صورته وخلقه على الخلقة التي اختارها له، ثم هدى، أي هداه لما يصلحه، مثل قول الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وفي هذا رد على فرعون، لأن فرعون ما أعطى كل شيء خلقه، بل حتى صورة نفسه لم يعطها نفسه، ولو أراد ابنا زائدا على الأبناء الذين عنده، أو أن يخلق حيوانا، أو يغير شيئا، ما استطاع. فموسى يحتج عليه بحجة عظيمة، قال: ربنا الذي أعطى كل شيء من هذه الكائنات خلقه وصورته وقوامه الذي هو عليه، ثم هداه لما يصلحه، ثم هدى. هذه الهداية من أين؟ من الذي هدى الطفل لكي إذا وضع فيه الثدي في فمه الثدي مص؟ لماذا لا يتعلم، لا يعلم المص كما يعلم قضاء الحاجة؟ من الذي هداه لهذا؟ من الذي يهدي القط للطريقة التي يصطاد بها الحشرات والهوام وغيرها؟ من الذي يهدي الذئب لصيد الغنم بطرق عجيبة؟ الله، لا أحد إلا الله جل جلاله. ولما كان الجواب قوياً
وحجيجا هنا راوغ فرعون، وبدل أن يقول صحيح حقا ما قلتما أو يستفسر أكثر، مباشرة صرف أنظار الناس إلى مسألة أخرى. وفرعون مشهور بهذا، يحاول أثناء المجادلة والمحاورة أن يصرف أنظار الناس. تذكرون في سورة غافر في قصة الرجل المؤمن عندما تكلم وأقنع الناس بحربة قتل موسى عليه السلام، تقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ماذا قال فرعون؟ فرعون من أجل أن يخرج من هذه الورطة، وهي أن هذا الرجل قام أمام الملأ وتكلم بهذا الكلام، قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، فر. فلما رأى المؤمن أنه قد ضعف وأنه ليس بيده حجة استمر في الموعظة. ماذا قال فرعون؟ قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. انظروا إلى المراوغة، مراوغة عجيبة. لماذا؟ لأنه بدل أن يقول صحيح والله كلامك كله صحيح وما عندنا شيء يرده، قال لا، نريد الآن نسوي مشروع مدته 10 سنوات، وهو أن نبني صرح طويل جدا، وبعدين أصعد أنا على هذا الصرح لأنظر هل بالفعل هناك إله كما يدعي موسى أو ليس كذلك، من أجل يخرج الناس يقول خلاص ننتظر ما يقوله الملك المعظم فرعون، بعد 10 سنوات نشوف، سيصعد الملك ويرى هل هناك إله لموسى أو لا. رأيتم كيف المراوغة؟ عجيب، مكار، ولذلك هو يعتبر شيطان من شياطين الإنس. ما مر على الأرض مثله في المكر والدهاء والخبث والطغيان والجبروت. قال الله عز وجل مبينا مراوغة فرعون، قال فما بال القرون الأولى؟ ما شأن القرون الأولى؟ القرون الأولى التي ما آمنت بك يا موسى، ولا بلغتها رسالتك، ولا جئتها بهذه الآيات، أين هي الآن؟ أراد فرعون أن يورط موسى، لأن موسى لو قال هم في النار أو أهلكهم الله، قال اسمعوا ماذا يحكم هذا الرجل على آبائكم وعلى متقدميكم. أراد بهذا أن يمكر بموسى، لكن موسى عليه الصلاة والسلام أقفل الباب، قال علمها عند ربي، نحن ما علينا من هؤلاء الماضين، علينا الآن من دعوة حاضرة بين يديك، هذه آيات وهذا حق، تصدق أو لا تصدق؟ أما ما بال القرون الأولى، ما شأنها، ما خبرها، هل أنت أرسلت إليهم ولا لم ترسل، آمنوا بك أو لم يؤمنوا، جاءهم مثل الذي جاءنا ولا لم يأتي، هذا ليس شأني. إن أراد موسى عليه الصلاة والسلام أن يغلق الباب مثل ما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم لما جاء يحاج النمرود قال الله عز وجل ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، هذه حجة عظيمة. فقال النمرود أنا أحيي وأميت. طيب كيف تحيي وتميت؟ أتى برجلين فقتل أحدهما وترك الآخر، قال أنا أحييت هذا وأمت هذا، وهذا دليل في غاية السخف، لأن كل الناس يقدرون على مثل هذا، فكيف أن تحيي وتميت؟ الإحياء معروف حقيقتها، وكذلك الإماتة. عند ذلك استغل إبراهيم نقطة الضعف هذه، وهو أن الملك قام وتصرف هذا التصرف، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. لا إله إلا الله، عجيب. يعني كما فعلت قبل قليل، أتيت بإثنين فقتلت أحدهما وتركت الآخر، الله يأتي بالشمس من المشرق، نريد الآن يدك الكريمة تمتد إلى الشمس وتخرجها لنا من المشرق فقط، تخرجها لنا من المغرب، كما أقمت لنا الدليل قبل قليل وأريتنا أنك بالفعل إنسان تستطيع أن تفعل الأفاعيل، تدعي الألوهية، أعطنا الدليل.
فبهت الذي كفر. ولذلك هنا في المناظرة أغلق موسى الأمر، قال علمها عند ربي في كتاب ليس عندي، لا يضل ربي ولا ينسى، لا يخطئ جل جلاله ولا ينسى شيئا مما حصل لتلك الأمم. ثم استمر موسى يبين حقيقة هذا الرب الذي يدعو إليه وإلى توحيده، الذي جعل لكم الأرض مهدا أي مهادة، وسلك لكم فيها سبلا أي طرقا تمشون فيها، وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، كلوا وارعوا أنعامكم أي احمدوا الله عز وجل على ما يسره وسخره لكم، وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات عبر لأولي النهى أي ذوي العقول. كل ذلك من كلام موسى واحتجاجه على فرعون. منها خلقناكم أي من هذه الأرض خلقناكم وفيها نعيدكم أي ستعودون إليها، فتأكلكم فلا يبقى منكم شيء إلا العصعص أو ما يسمى بعجب الذنب، منه تعادون مرة أخرى، ومنها نخرجكم تارة أخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في كتابه وأن يجعلنا من أهل القرآن العظيم الذين هم أهله وخاصته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.